تهنأ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال جلالته في تغريدة له عبر تويتر: كل عام وأهلنا وأخواننا وأخواتنا المسيحيون شركاؤنا في بناء ورفعة هذا الوطن بألف خير وعافية، ميلادا مجيدا وعاما جديدا ملؤه السعادة والعطاء أتمناهما لكم، أعادهما الله علينا وعلى الأردن الحبيب بالخير واليمن والبركات. كما هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المسيحيين بالأعياد المجيدة. وقال سموه عبر إنستغرام: نهنئ أخواننا المسيحيين بالأعياد المجيدة، أعادها الله علينا جميعا وعلى الأردن الغالي بالخير والبركة. وبدورها قدمت جلالة الملكة رانيا العبد الله التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وقالت جلالته عبر تويتر: أدام الله الفرح في قلوبكم وبيوتكم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكل عام وعائلاتنا الأردنية بخير ومحبة. وتعبيرا عن وحدتنا الوطنية والعيش المشترك، هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المسيحيين في الأردن بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته مطرانية اللاتين بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الكنائس في المملكة اعتزاز القيادة الهاشمية بالدور الذي يلعبه المسيحيين في خدمة الوطن، مبينا أن الحكومة الأردنية ستعمل على المحافظة على الوضع التاريخي القائم في القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. كما أكد أن الشعب الأردني يقدم مثالاً للوئام والتعايش الإنساني في أرقى تجلياته. كل عام ونحن جميعاً بخير، لأنه ما فيش نحن وأنتم، إحنا جميعاً نحن. تعلم مقدار اعتزاز قيادتنا الهاشمية، وتعلمون مقدار اعتزاز القيادة الهاشمية واعتزاز الأردنيين جميعاً بالدور المركزي والمحوري الذي لعبته الديانة المسيحية في صياغة شكل هذا المشرق الذي نعيش فيه. وكما تفضلت، هذا المشرق هو الذي شهد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وهذا المشرق هو مهد الديانات السماوية الثلاث. وبلا شك بأن المسيحيين في المملكة الأردنية الهاشمية كما في المشرق العربي حملوا رسالة وطنية، ورسالة كانوا فيها بحق على الدوام كمثل بقية النسيج الوطني الأردني المتلاحم، أسهمت في أن نعبر بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى المئوية الثانية من عمر هذه الدولة، بعد أن اجتزنا مئوية كانت هناك الكثير من المراهنات فيها على وهن هذه الدولة وعلى مواطن ضعف توهم البعض أنها موجودة فيها، ولكن هذه الدولة وهذا النظام السياسي هو الأثبت جذورا والأكثر قدرة، بدلالة أن الكثير من راهنوا على فشلنا وعدم نجاح تجربتنا قد تعرضوا إلى هزات كبرى واضطرابات كبرى، وقانا الله سبحانه وتعالى أن نتعرض لها بفعل هذا التلاحم والتمازج ما بين قيادتنا وما بين شعبنا بكل عناصره ومكوناته، مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف. بدوره أكد النائب البطريركي اللاتين في الأردن الأب جمال خضر أن الأردن يعد مثالا يحتذى به في كرم الضيافة والوئام والعيش المشترك، مبينا أن تحديد يوم الميلاد المجيد واعتباره عيدا وطنيا يدل على تكريس التناغم والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الأردني الواحد. دولة رئيس الوزراء، اسمح لي أن أعيد على مسامعكم ما قاله غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بالأمس في قداس عيد الميلاد في بيت لحم أمام المؤمنين والعالم عن الأردن. قال في كلمته: في الأردن الذي يحتفل في هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، لم تخلو أصوات القلق بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والذي تفاقم بسبب الوباء والصراعات الإقليمية التي جلبت ملايين اللاجئين الجدد إلى المملكة. ومع ذلك فإن هذا البلد الذي تعرض للصعاب العديدة ما زال يعلم بلدان العالم الأول ما هو التضامن وكرم الضيافة. علاوة على ذلك، في زمن الطائفية السياسية والدينية لا يخاف الأردن
من الدخول في الحوار الديني والسياسي والتخطيط لمستقبله بثقة وعزم. وأنهي هنا الاقتباس من غبطة البطريرك. نعم، الأردن يعلم العالم ما هو التضامن وكرم الضيافة. على الرغم من شح الموارد الطبيعية، ولكن الغني بأبنائه ومواطنيه. وهذا ما تحسدون عليه دولة الرئيس. لديكم شعب يحب وطنه وقيادته، ومستعد لبذل الغالي والنفيس لرفعة الأردن وشموخه. شعب يحافظ على الثوابت الوطنية والدينية وعلى وحدته حول قيادته. في عيد الميلاد نتأمل في كل عام في الدروس الروحية التي يعلمنا إياها العيد. في هذا العام ومع معاناة أهلنا بسبب وباء الكورونا، نتذكر كلمات الملائكة للرعاة عندما بشرهم بميلاد المسيح. قال الملائكة: لا تخافوا، هأني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله، ولد لكم اليوم مخلص. لا تخافوا، هذه هي الرسالة، رسالة تطمين من السماء. لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من الوباء، لا تخافوا من التحديات، فإن الله لا ينسى عباده والذين يتقونه. بهذه الثقة المبنية على قرب الله من الإنسان وعلى بشرى ولادة المسيح على أرضنا، أرض الرسالات، نبدأ هذا العام الجديد. وبذات المناسبة السعيدة هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي المسيحين في الأردن بالأعياد المجيدة، وقال في تغريدة له على تويتر: كل عام وأخوتنا المسيحيون في أرجاء الوطن بألف خير، إخوة القضية والمصير، سواعد شيدت صروحا عظيمة في البناء لهذا الحمى الأردني العزيز، وبقيت عروبية تتنادى لأجل قضايا هذه الأمة.